يزين نيل الأقصر. أعزائي ومتابعي تلغراف مصر، أهلا بكم في لايف جديد من محافظة الأقصر وتحديدا من على كورنيش النيل بوسط محافظة الأقصر. ويمكن زي ما حضراتكم شايفين انتعاشة نيلية في الأقصر أثناء لحظات استمتاع السائحين والزائرين بلحظات الغروب من خلال الرحلات النيلية والمراكب الشراعية وإقبال من السائحين والزائرين للاستمتاع بلحظات غروب الشمس، وأيضا في الصباح لحظات شروق الشمس. هذه اللحظات والتي يوثقها أهالي الأقصر والسائحين والزائرين من خلال الرحلات النيلية والاستمتاع بالرحلات النيلية، لحظات توثيق غروب الشمس من مختلف الجنسيات ومختلف الأعمار وتحديدا من نيل الأقصر. يمكن زي ما حضراتكم بتتابعوا من خلال تلغراف مصر لحظات الغروب الساحرة والتي تجذب قلوب زائرين وسائحين مدينة الأقصر، مدينة الشمس، لحظات يقبل عليها السائحين والزائرين أثناء زيارتهم لمحافظة الأقصر. منذ قليل شهد كورنيش النيل إقبال عدد كبير من السائحين والزائرين أثناء توثيقهم لحظات الغروب الساحرة، وأيضا هنا من مدينة الشمس التقاط الصور التذكارية من الزائرين والسائحين. ويمكن زي ما حضراتكم بتتابعوا مع لحظات الغروب بيشهد كورنيش النيل إقبال على جولات الحنطور، والكل يقوم بتوثيق هذه اللحظات الفريدة من نوعها أثناء لحظات الغروب المميزة الساحرة. بتشهد محافظة الأقصر منذ الصباح وحتى هذه اللحظة إقبال من السائحين والزائرين، يمكن زي ما حضراتكم بتسمعوا على الهواء مباشرة استقبال عدد من السائحين والزائرين بالمزمار، هنرصدها لحضراتكم من خلال تلغراف مصر. يعني هذا المشهد الساحر من الغروب اللي بيقبل عليه أهالي الأقصر والسائحين والزائرين واستقبال السائحين بالمزمار، هنرصده لحضراتكم على الهواء مباشرة. يمكن هذا المشهد المميز هنا على كورنيش النيل في محافظة الأقصر باستقبال السائحين والزائرين بالمزمار. زي ما حضراتكم شايفين على الهواء مباشرة. يمكن لحظات الغروب المميزة هنا من استقبال السائحين والزائرين بالمزمار أثناء استمتاعهم بلحظات الغروب على كورنيش النيل في محافظة الأقصر. يعني يمكن هذا المشهد الجميل بنرصده لحضراتكم من خلال التغطية المستمرة لتلغراف مصر، يعني استقبال السائحين والزائرين بالمزمار هنا. السائحين هنا بالمزمار. بعض السائحين والزائرين بالمزمار هنا على كورنيش النيل في لحظات الغروب نرصدها لحضراتكم متعة السائحين والزائرين. يمكن لحظات الغروب هنا مميزة في محافظة الأقصر، وبتشهد محافظة الأقصر انتعاشة سياحية. يمكن هذا المشهد الجميل في الأقصر. نرصد لحضراتكم مشاهد من احتفال السائحين والزائرين بمشهد الغروب هنا في محافظة الأقصر.
من خلال تلغراف مصر. لحضراتكم مشهد هنا على كورنيش النيل في محافظة الأقصر، واستمتاع السائحين بلحظات الغروب بلحظات مميزة هنا ومختلفة على الكورنيش، وإقبال وتوافد عدد كبير من السائحين والزائرين على كورنيش النيل. يمكن زي ما حضراتكم شايفين من خلال تلغراف مصر هذه اللحظات المميزة من إقبال السائحين والزائرين على لحظات الغروب المميزة والتقاط الصور زي ما حضراتكم بتتابعوا على الهواء مباشرة. والأقصر بتشهد انتعاشة سياحية لم تشهدها من قبل مع لحظات الغروب. النهاردة في يوم الجمعة توافد عدد كبير من السائحين والزائرين للاستمتاع بأجواء الغروب، وأيضا يعني التقاط الصور هنا على كورنيش النيل. هذا المشهد الرائع الجميل من مشاهد الغروب المميزة اللي كان حرص السائحين والزائرين على التوجه والذهاب إلى كورنيش النيل. وأيضا يمكن زي ما حضراتكم تابعتوا من خلال تلغراف مصر هذا المشهد الجميل من لحظات الغروب واستقبال السائحين والزائرين بالمزمار أثناء استمتاعهم بلحظات الغروب الساحرة والانتعاشة السياحية المميزة التي تشهدها محافظة الأقصر من مختلف الجنسيات ومختلف الأعمار، أيضا للاستمتاع بلحظات الغروب والتقاط الصور التذكارية للمناظر الطبيعية الخلابة على ضفاف النيل، حيث النيل والخضرة والمعابد المهيب. ويمكن زي ما حضراتكم بتتابعوا من خلال تلغراف مصر مازال توافد وإقبال عدد كبير من السائحين والزائرين للاستمتاع برحلات نيلية في هذه اللحظات. وأيضا بالرغم من الارتفاع كان في درجات الحرارة في صباح اليوم، ولكن بتشهد محافظة الأقصر تراجع في درجات الحرارة أدى إلى إقبال عدد كبير من الأهالي والسائحين والزائرين للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة على ضفاف النيل من النيل والخضرة. سماء صافية وطقس معتدل بتشهده محافظة الأقصر منذ لحظات الغروب. هذا المشهد الرائع اللي بننقله ننقله لحضراتكم من خلال تلغراف مصر، يعني إقبال وتوافد عدد كبير من السائحين والزائرين على كورنيش النيل للاستمتاع بلحظات الغروب الساحرة، وأيضا من مختلف الجنسيات ومختلف الأعمار. أجواء وطقس معتدل بتشهد محافظة الأقصر مع لحظات الغروب أدى إلى إقبال عدد كبير من السائحين والزائرين للاستمتاع بهذه المشاهد من إبداع الخالق سبحانه وتعالى، وانتعاش في رحلات النيلية وأيضا جولات الحنطورة التي تزين شوارع الأقصر، وإقبال منهم على جولات الحنطور وزيارات للبازارات والمزارات السياحية لشراء الهدايا الرمزية لأصدقائهم من الجعران المقدس تميمة الحظ، وأيضا الأوراق البردي التي تدل على رسائل المحبة، هذه الرسائل المدونة باللغة الفرعونية القديمة. رصدنا لحضراتكم من خلال تلغراف مصر مشاهد الغروب وإقبال من السائحين والزائرين على الرحلات النيلية واستقبالهم بالمزمار
وأيضا بالأغاني الفلكلورية الشعبية أثناء زيارتهم لكورنيش النيل واستمتاعهم بلحظات الغروب المميزة. ويمكن زي ما حضراتكم بتتابعوا على الهواء مباشرة، ما زال توافد عدد كبير من السائحين والزائرين على الرحلات النيلية والمراكب الشراعية والتقاط الصور التذكارية للمناظر الطبيعية الخلابة على ضفاف النيل، حيث النيل والخضرة والمعابد المهيبة الشامخة وكأنها نقشت بالأمس. كنت معاكم من محافظة الأقصر، أحمد العطيفي، تلغراف مصر.